مسلسل الإضرابات في المؤسسات الرسمية اللبنانية يحط رحاله في هيئة أوجيرو المسؤولة عن توفير الاتصالات الثابتة والإنترنت. أسبوع كامل وهذه المكاتب فارغة، يومان حاسمان أعلن المضربون أنهما سيقررا مصير الشبكة، إما الانطفاء الشامل وإما انتظام عملها. هم ينتظرون رد الحكومة على مطالبهم بزيادة أجورهم التي لا تزال على سعر الصرف الرسمي. إذا ما أخذنا حقوقنا كيف بدنا نقدر نشتغل؟ يعني أنا موظف في موظفين معلي، في موظفين عنا بيقبضوا 2 مليون و3 ملايين، وفي 4 وفي 5 وفي 6 ملايين. خليني أخذ اللي بيقبض 6 مليون، أنا عم إلزمه 5 أيام بالأسبوع كل يوم ينزل على شغله، هول لوحدهم بكفوه بس بنزين ليجي على شغله. بعد ما حكينا بشغلات تانية، لا حكينا بقوت عائلته، ما حكينا بالطبابة، بالاستشفى، بالمدارس، بالجامعات اللي كله صار مدولر، كله فريش دولار. الانقطاع عن العالم قد لا يبقى مجرد احتمال خلال أيام، وقد عايش المواطنون مقدمات له منذ بدء الإضراب مع انقطاع الاتصالات والإنترنت في مناطق معينة لمدة من الوقت بسبب انطفاء مولدات السنترالات، ما تسبب بهلع خاصة لدى المستشفيات والمحاكم والمصارف وشركات التكنولوجيا. اليوم قطاع التكنولوجيا ما في بديل بلبنان عن الانترنت إلا أوجيرو. أوجيرو هي اللي بتعطي كل الشركات التانية، حتى الشركات التانية بتشتغل باسم أوجيرو، من سنترالات أوجيرو بتاخد. هذا الموضوع كنا حكينا فيه أكثر من مرة وقلنا أنه صار لازم لبنان ينطلق لشيء اسمه الانترنت عبر الساتلايت، يسمح يشرع إمكانية الحصول على انترنت من خلال شركات اللي بتعطي انترنت عبر الساتلايت، ويبطل هذا الموضوع غير شرعي لمنع وقوع لبنان بحالة شلل كامل بحالة وقف الانترنت، وهذا الشيء اللي فعلا حيصير. خدمات الاتصالات والإنترنت اللبنانية هي من الأغلى في العالم، وهي أصلاً ليست بالجودة المطلوبة، واليوم قد تنعدم بالمطلق على وقع تسارع الانهيار الاقتصادي. إلى عصور ما قبل الإنترنت قد يعود لبنان في حال استمرار إضراب موظفي أوجيرو. هي خدمات تنهار واحدة تلو الأخرى مهددة بتفكك شامل للدولة ووظائفها. ليال خروبي، اليوم، بيروت.